وليد غرسي، نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة لوصول الموكب الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله للإشراف والإطلاق الرسمي لعملية توزيع السكنات الكبيرة والضخمة والتي سوف تتم على المستوى الوطني. هي عملية أكيد نوعية وأولى من نوعها سابقة تشهدها الجزائر منذ الاستقلال بتوزيع هذا العدد الهائل من السكنات بمختلف الصياغ. نتابع إذن مشاهدينا الكرام وصول السيد الرئيس إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله. لا 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 لا